السلام عليكم. كان في حد بيسأل برنامج ديزاين بيلدر بيعمل ايه؟ بيعمل الجزء بتاع ده، بيعمل هيتنج ديزاين، كولينج ديزاين، بيعمل سيموليشن، بيعمل سي اف دي اللي هو حركة الهواء او الدخان في المكان، بيعمل داي لايت الإنارة، الشمس هتبقى متوزعة ازاي، بيعمل كوست اند كاربون، بنبدأ نشوف التكلفة والكربون هتبقى قد ايه. فهو برنامج محاكاة للمبنى قبل ما نبدأ ان احنا نشتغل فيه. طيب دلوقتي مثلا عايز ان انا ابدا اضيف مبنى او اضيف مجسم، ممكن تقول له اد بلوك من هنا او من هنا. فبيقول لك انت ممكن تضيف بيلدينج بلوك، في اي حاجه ترسمها تبقى بيلدينج بلوك او اوت لاين، هترسم كتله وبعد كده تشوف هتحولها ازاي. ممكن الكتله تحولها او ما تحولهاش، ممكن يكون بشو ده اللي انا هشتغل عليه تصميم، دي مبنى جنبيه ف هتخليه زي ما هو. طيب دلوقتي بقى بيقول لك ممكن ترسم كاكسترود او تعمل حاجه فيها ميول او تعمل قبه. طيب خلينا نبدا بالحاجه العاديه، وهبدا ارسم الكتله بتاعتي بالشكل دوت. طبعا بعد ما بتعمل الاناليسيس بتبدا تشوف هل فعلا التصميم ده افضل ولا في تصميم تاني، يعني هل ممكن تعمل مبنى مثلا على حرف سي او على حرف ال هكذا. اول ما بتقفل الشكل ده كده بيبدا الكتله تظهر معاك حسب الارتفاع اللي انت مديهوله هنا. طيب عايز تضيف كتله تانية ممكن تقول له اد نيو بلوك، مثلا عايز اضيف مثلا حاجه هنا، فبقول له انا عايز ارسم على الواجهه دي، واقول له مثلا من هنا لهنا 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 بالشكل دوت، واقفل الشكل بتاعي. وبيبدأ يديني ان انا اعمل اكسترود للشكل بتاعي زي ما انت شايف. طيب ممكن تقول له مثلا عايز اعمل سيلكت على الجزء دوت، فتختار هنا وتبدأ تختار الجزء اللي انت عايزه، وبتلاقي هنا اختيارات ايه المناسب ليك. يعني ممكن تعمل كات بلوك مثلا واقول له كات بلوك، وممكن تختار كات بلوك من هنا، ويبدا يقول لك بقى اختار الواجهه اللي انت عايز تقطع فيها. فانا اخترت الجزء دوت وهلف بحيث ان انا انزل اهو، بحيث ان هي تتقطع بالشكل دوت. بقى عندي الجزء ده غير الجزء ده، تقدر تعمل سيلكت على الجزء دوت، تقدر تعمل اكسترود للجزء من المبنى اللي انت قسمته. نقدر نعمل سيلكت على الجزء ده مثلا، نقدر نختار كتلة واقول له موف، وابدأ اختار من النقطة دي للنقطة دي بالشكل دوت. ممكن اقدر اختار الشكل كله واروح دايس رايت كليك واقول له كونفيرت سيلكت اوت لاين تو بلوك. فبيقول لي عايزه بيلدينج بلوك ولا كومبوننت بلوك، هقول له بيلدينج بلوك فيحول لي المبنى بالشكل دوت.